أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. ارتفع سعر صرف دينار العراقي أمام الدولار الأمريكي في تعاملات البورصة الرئيسة ببغداد العاصمة وفي كردستان العراق، وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 148,150 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي. أما في أربيل فقد بلغ سعر البيع 148,200 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، وبلغ سعر الشراء 148,000 دينار لكل 100 دولار أمريكي. قالت المنافذ الحدودية، هيئة المنافذ الحدودية، أنها ضبطت 3 حاويات مخالفة لضوابط الاستيراد بمنفذ ميناء أم قصر الأوسط. وأضافت الهيئة أن الحاويات المضبوطة اشتملت على إطارات سيارات ومواد متنوعة وشاشات بلازما متجاوزة للمدة القانونية المسموح على بقائها في الميناء دون مراجعة أصحاب العلاقة. وتعتبر المنافذ الحدودية من أبرز ملفات الفساد التي يعاني منها العراق وشعبه بعد عام 2003 نتيجة سيطرة الميليشيات والمتنفذين والأحزاب عليها، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالفساد المالي والإداري وضعف الدولة. في لبنان عاد سعر صرف الدولار الأمريكي إلى الارتفاع مجدداً بقوة في لبنان، متخطياً 32,000 ليرة في السوق السوداء بفعل مضاربات من تطبيقات إلكترونية مجهولة المصدر. بلغ متوسط سعر البيع 31,700 ليرة لبنانية والشراء 31,500 ليرة لبنانية، بعدما كان الدولار قد هبط خلال اليومين الماضيين من ذروة 38,000 ليرة ليسجل حتى أمس القريب حوالي 28,000. لكن سعر صرف الدولار تجاوز 32,000 ليرة على بعض التطبيقات الإلكترونية الأخرى. واشتكى المستثمرون من عدم التزام القطاع المصرفي بقرار حاكم مصرف لبنان بتسليم المودعين أموالهم المحولة عبر منصة صيرفة خلال 24 ساعة. في شأن آخر، داهمت الشرطة النرويجية المقر الرئيس للمؤسسة المالية المصرفية نورديا، والتي تملك أحد أكبر البنوك الدنماركية والإسكندنافية. وبشرت الشرطة باحتجاز بعض كبار الموظفين على خلفية شبهة تتعلق بفساد كشفه تقرير في الصحف النرويجية، والذي أكد وجود شبكة موازية للقروض، مشيرا إلى قيام موظفين في المصرف بمساعدة العملاء للحصول على قروض بصورة غير مستحقة وغير شرعية لقاء نسبة من الأموال. وأدت التعاملات المصرفية خارج الأطر القانونية إلى هزة في القطاع المصرفي النرويجي، مما استدعى تدخل وحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الشرطة النرويجية، واعتقلت على إثرها 5 موظفين كبار متهمين بالفساد والتواطؤ في عمليات إقراض غير مشروعة. ارتفعت أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية بعد أن اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على حظر جزئي وتدريجي كذلك للنفط الروسي. وارتفع خام برنت تسليم أب 37 سنتا و0.7% من أصل 116 دولارا و97 سنتا للبرميل الواحد، فيما ينتهي عقد الشهر المقبل لتسليم تموز عند 122 دولارا و84 سنتا للبرميل بزيادة وصلت إلى 1%. فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا أو 0.29% إلى 114 دولارا و99 سنتا للبرميل، ويأتي ذلك على إثر اتفاق قادة الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على قطع 90% من واردات النفط من روسيا بحلول نهاية هذا العام. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
إلى اللقاء.